دحروا منها كميليشيا وعادوا كقطاع طرق. هذا هو حال مرتزقة الحوثي والمخلوع صالح الذين اختاروا وسيلة جديدة لإشاعة الفوضى والخراب في محافظة الجوف. نصب هؤلاء نقاط تفتيش تركزت في منطقة اللبنات على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينة الحزم عاصمة المحافظة وبين الرويك إلى الشرق منها. هذا كل ما تبقى من إحدى هذه النقاط. إنه مؤشر على ضراوة الحملة التي وجه بها محافظ الجوف وشاركت فيها قوات من المنطقة العسكرية السادسة ورجال الأمن والمقاومة الشعبية في المحافظة. القوة قامت بتعقب العناصر التي كانت تقوم بالتقطع في منطقة اللبنات وتمارس عمليات نهب المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. ولا تزال هذه القوة مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية تواصل عملياتها العسكرية من أجل استكمال تحرير المحافظة وتأمين كافة الطرق. أشرف المحافظ أمين العكيمي على حملة إنهاء التقطعات والأعمال الإرهابية في الجوف وتوعد بمحاربة هذه المحاولات اليائسة واستئصالها. ثلاث نقاط أمس وأول من أمس بلغنا الجهات المختصة وردتنا البلاغات، لابد أن التعامل مع هؤلاء الفئة بحزم حيث ما وجدوا. قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أكد أن العملية تمت بنجاح إثر الحملة التي شاركت فيها قواته واستأصلت معها أحلام الإنقلابيين في إقلاق الأمن بمحافظة الجوف. وطارد من الحوثيين حتى وصلنا بهم إلى ما هم عليه الآن، وسنواصل بعد ذلك. محافظة الجوف التي أنجزت وعد التحرير من العصبة الميليشياوية الطائفية المرتبطة بإيران مصممة على ما يبدو على القطيعة الكاملة مع إرث الفوضى والإرهاب والخراب التي زرعها الإنقلابيون في المحافظة.